عدنا لكم مشاهدين الكرام مجددا. تفضل. الله حيو. السلام عليكم. مرحبا هلا. الله حي. كيف الحال؟ شلونك؟ شلونك طيب؟ طيب. يا مرحبا. شو الاخبار؟ الاسم عرفنا عن نفسك وش موهبتك وليش جاي وليش قاعد تقدم وليش تروح لجنة وليش بتسوي؟ العتيبي. ونعم. معك زود. نعم. وجاي اقدم والله شو اسمه؟ سوالف يعني رياليتي. ايه هذا ما تعرف اسمه صح؟ الله يكفر. ايوه وش بعد غير رياليتي؟ بس والله يعني بس سوالف زي كذا اجتماعي. حلو. ها. وغير الاجتماعي وغير الموهبه هذه؟ والله ما عندي شيء يعني غير خلينا نصور. لا لا تصور هذا صورنا واحنا ما على اساس انك ما تدري فهمت؟ ايه ايه. وش بعد؟ بس والله يعني ما مد منشد؟ لا احس انك منشد. صوتي مو بزين. يلا سمعنا. ما عارف. غن غن شيء غن غن ما جاء. لا اصبر ايش اسمه؟ اوكي ضيعتها. اي شيء بسرعه ضيعتها والله. ما عندك؟ لا والله ما عندي. يلا ما يحضر شيء. من هنا الباب من وين؟ هلا من كاريزما في غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي. شوف طيبين الله حي. تفضل. شو الاخبار؟ وسط. ها وسط وسط الاخبار الله يعين. شو اخبار؟ والله تمام. كيف الجو؟ كيف الجو؟ كيف ما سمعت الجو؟ والجو الجو والله غبره. هو وانا داخل في غبره. احسن برا حر ولا هنا؟ لا والله هنا مكيفات الزينه. ايه ايه ممتاز. الاسم الكريم يوسف غازي العتيبي. يوسف غازي العتيبي. ايه دورك ما تكلمت كررت. ايه الرياليتي. ايه طيب يوسف ايش عندك مختلف عن المشاركين اللي جوده في البرنامج؟ ما سمعت. ها اقرب اقرب هنا تعال. ابشر. ما هو المختلف عن غيرك في الرياليتي؟ يسألك. كيف ايش عندك مختلف عن الشباب؟ والله ما عندي اختلاف عن الشباب بس اني يعني اجتماعي وسوالف يعني في شوي ارتباك صح؟ من انت؟ لا عادي كل كذا ثابتة. في ولا ما في؟ ها في ارتباك؟ لا عادي. اكيد اكيد اكيد. ترجع تقدم نفسك بشكل جيد ان شاء الله يعني باذن الله يعني سوالف واجتماعي و... كم عمرك؟ 21 طال عمرك. ما شاء الله. شاف اوراقنا عشان تصويتات. خلي اشوف عادي. ها بتقرا؟ لا وراكم قلبت وراكم. لا عادي ما قريت انا هاي ما على جال الا رفيق مره انه وياك الحال واحد. اي رجال ثقه انا ما نسمر الليله سوا. والله ودك والله. اي والله. لا والله اللعبة هذه ما اعرفها. انا سبعة الديما وش اسمه بس بس بلاو دي صياح زيادة ما قول رياليتي. خلنا بالبلاو لا قول رياليتي. والله اني ما اعرف اقول. شو اسمه هذه؟ شو اسمه؟ وين؟ ما في وين؟ هذه والله ما ادري شو اسمه. ها؟ والله ما ادري شو اسمه. كاميرا؟ وين؟ كاميرا هذه؟ ايه طيب انت خربت الفكره. ليه وش تسوون؟ لعلك بعد الهواء. بعد الهواء عندنا رموز. علموني الحين خلنا. لا طيب قول رياليتي. رياليتي تفضل. وين تفضل؟ شو بتصور؟ ارجع هناك تعلم كذا قال لك ما بقبلها في الاخير. قال كاميرا ما بقبلها. اه ايش معنى؟ ها؟ ايش معنى؟ مبدا عند علي الغامدي يبغى يدري. والله ما فهمت. مروا عليكم الرياليتي هذا ما الرياليتي هذا اسوء اسوء شخص تقبل يقول رياليتي. ترى انت ابو سلطان تدري ايش مشكلتكم سلطان؟ انت ما تجي في الاسبوع الا مره عرفت؟ ولا تدري شو اي ما تدري ايش هذولا؟ علينا نقابلهم تحت الهواء فوق. ترجع يا ديبان تقدم نفسك من جديد. بس ما اسمعكم. اوه نسينا انك تفضل. سنرفع صوتنا مره ثانيه. نسيتوني؟ ارتحت الحين؟ ها؟ ارتحت وين؟ سولفنا معه. ايه يلا يلا عدنا عود مكاني؟ يلا يلا. رحي جيت تعرف انت كيف الله يجزاك. قل انا فلان فلان فلاني أنا عمري كذا الموهبه كذا ودي اني اصير سباح ان شاء الله بس ما اقدر عندي. احكي لنا عن نفسك. حكي لنا ايش اسمه. اكيد عمر بن الخطاب يقول علموا ايش اسمه الرسول قصدي يقول علموا ابنائكم ركوب الخيل والسباحه. لا 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 ما قال. ها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ها
الذي قال عمر بن الخطاب والرواية هذه أصل الرواية يعني ضعيفة. غلطت أني شكيت في المعلومة. أي تفضل. أي يعني السباحة ركوب الخيل ورماية. حلو. ها. صغيرها. غيرها والله ما عندي أنا يعني مواهب زيادة والله ما عندي. توحك ما عندك. سوالف ما في شيء. ها. سوالف. إيه سوالف يعني. اجتماعي. طارق ما تطلب اسئله. ها؟ ما هو واجد ما عندي. لا تطلب اسئله انا خنقت من السوالف. ترى دي واحد بدي اقلب سوالف. عندك سالفه؟ اقرب الله ما اسمعكم. انت عندك سالفه ولا لا؟ سالفه؟ والله شو اسمه؟ ما عندي والله سالفه. احنا دارين ما عندك سالفه. لا والله الا عندي سالفه بس ما عندي سالفه. اول واحد تعمل بخ يا اخوان. موفق موفق يا رب. تعال والله.